صباح الخير، كيف كنش الأخبار؟ هاي بيب. هاي. زعلاني عفرائي. لا من أنت صريحة هالقد؟ هيك صريحة. شو الصراحة؟ شوفوا أنا دائما قبل مسافر ما بيجي على المول مع أنه ما عندي شيء، يعني ما عندي شيء بالمول تمام، بس بيجي بس مشان أنه بلكي لقيت شيء ناقصني، شنطة مدرسة مثلا، أي شيء بس هيك بيجي بلفلف حاول دور على شيء ناقصني. آخر شيء بشتري أشياء ولما أوصل على الطيارة بكتشف أنه الشيء الأساسي مش جايبه. فحاولت اليوم أكتبهم مبارح قبل ما أنام، حاولت أكتب كم شغلي على التليفون، طلع أنه بدي باور بانك لأنه مرتي حتاخذ الباور بانك تبعي. طبعا بيب زعلانة. لا مو زعلانة. بين عليك. لا كيف مو مبينك. I love you والله يا عمري. حاشتاق لك. بس انت راح تتسلي كمان، يعني راح اتسلي كثير. انت راح تتسلي، انا راح يلا ما مشكلة. من هون ايه. فايه بدي اجيب باور بانك، بدي اجيب بوصة كهرباء، ودي اجيب يعني اشياء اساسية. حيكون صعب الموضوع لان فرق الوقت، يعني انت حتنامي انا حفي انت انا حنام انت حتفي. يلا كثير بدي. وشوف طيارتي الساعة 9 الصبح بكرة، حاليا الساعة 2 الظهر. ف يعني انا لان طيارتي كثير بكير وبدي اكون بالمطار تقريبا 6:30، فبحسب انه اليوم، يعني اليوم اخر ليل، ما اعتقد انه نام، بطلع الطيارة بنام بعدين، يعني فبكرة 9 الصبح طيارتي. عم نشتغل عليه، يعني ان شاء الله بكرة يمكن ينزل، بس يمكن يكون بالطيارة، فأول ما أوصل ننزلكم الفيديو. المهم هاي صاحبة المقلب. مبسوطة أنه عملت مقلب. جينا كنا عم نشتري كم شغلة مشان السفرة. المهم سارة اشترت هاي الأنين تبعيتها اللي بتشرب فيها مي. سألتيهم؟ يا هنن اختاروا. مو انا شريت كم شغله مشان السفره، ولقيت شغله انا قلت لكم عليها قبل، تتذكروا الكتاب تبع اللي اخي كان اللي صورت لكم وقت اخوها كان قاعد بيكتب مثل دفتر هو؟ في عنا هون مثلا اكثر من نوع ورقه. مثلا اختاري هاي الورقه مثلا اي شيء. في كثير كثير ورق. اوكي راح اختار هاي المخطط. اوكي ها كريت حبيبي، بس انت يعني بس شوي أوكي. فكري. اوكي شو طريقة الكتابة كيف؟ مثلا سوري حط اريس انا خلينا نحط، لا ما بدي اكتب هيك، بدي اكتب. ايوه شو الخط كيف بيطلع فيها؟ كأنه عن جد عم تكتب على ورقة. حاكتب لهم رسالة. اوكي بس بدي اشوف عن الخط. انت ما شاء الله يعني ايدك مغطية العب. I love you to the most lovely fans. خلاص حطوا فاصلة انتوا بعدين. شوف شو عملت حتى وقت تمحو مثل الورقة انه بيضل هيك انه بيبين الورقة. اوكي لازم اكتب لك شيء بيبي الي. ايه. ماشي. هم هاي بتلاقوها بفيرجن، كثير ناس سألوني عنها بس انا ما كنت بعرف انهم بيشروها، فكرت انه بس اونلاين، بس طلع باي محل فيرجن بتلاقوها. هي مكتوبة يعني I will not miss you. انا ما اكذبك. اوكي سو هاي اذا بدكم تشتروها بتلاقوها من هاد وهي اسمها ريماركبل وبتلاقوها من فيرجن. السلام عليكم. شوف عاملين بوث للصورة، الصور حبيبي تعال ناخذ صورة يلا. هدفع انا. بدك تصوري؟ ذكر انا عم ادفع. ام الزل. المهم انا كان لازم شيء. اوكي تمام نتصور. بده يكونوا اغبى صور بالعالم. اوكي جد اغبى صورة. اوكي ثواني. اختار واحدة فيها لوف وهيك اشياء، او شو رايك بوردر مثلا يكون في بوردر ولا لا؟ شو عم في صبغ شعر الوان هاي؟ هير ستايلز. ايه تعال نجرب. قول والله. لا يا هاي يا بورد. طيب اوكي يلا اي شيء.
بدك اياه بورد بورد ايه؟ ما حبيته بس يلا اوكي هلا بنشوف شو فيه. عملت اشياء هبله. اوكي لا لا اي وونتد صنع اورجيكم شو عم نشوف نحن. اوكي يا الوان نختار اشكال يلا 30 ثانيه ايه؟ وونتد صح؟ هاي ايه اوكي هاي؟ لا لا ما حبيت اكس 50 ألف دولار خليها على العادي لانه البورد عم بيروح الصوره. اوكي شباب من هون بتروحوا على العين العين من هون بتروحوا تاخذوا اكزيت الاردن. هاي سلافشاش كيفكم شو اخباركم جايز؟ اليوم اخر يوم مع ماي هازبند. لا مو اخر اخر يوم يعني اخر يوم يعني لحظه عملتها شوي كثير اوفر دراما عملت انا شوي كثير صح انه اخر يوم لا مو كيف تنقولها هي انه هو مسافر بكره ما راح اشوفه الاسبوع ما راح نشوف بعض الاسبوع فاخر يوم من هذا الاسبوع عم باكي بدي اقول اخر يوم بدي اضيفها على الكلمه انه في اخر يوم انه في اخر يوم بس شو هي ما بعرف. المهم انتم كيفكم شو اخباركم؟ انا كمان مسافره على فكره ما بعرف اذا بلا خبرتكم بس ما بيعرفوا وين. لا خبرتهم انت قلت لهم وين مسافر؟ اعتقد قلت لهم لا ما قلت لهم بس قلت لهم انت وين مسافر فرضت عليك قلت لهم انا مسافره؟ ليش هيك صوتي من... قلت لهم عن جد؟ اي والله انا وين مسافره؟ انتوا قولوا لي. صار لي ثلاث ايام مشتهي السوشي بس ما بعرف ليه ما حكيت لغيث هاي المعلومه انه مشان نروح ناكل سوشي بس اليوم اجينا نفطر سوشي هي اول وجبه فرح نفطر سوشي. ايه انا فطوري كثير غريب طبعا لكم كيف اشتهيتي سوشي عشان يكون عندكم علم. طبعا صلنا تقريبا نحن شي 3 شهور مشاكلين سوشي فالدكتور لما نزلت على فجانة مادي فسألته فقال لي بتاكل سوشي؟ قال لي بتاكل رو يعني ني؟ قلت له ايه. قال لي طيب حاول تبعد عنه. مرتي تاني يوم طهير شاهد السوشي. انا يعني اي حدا بيمنعني عن شيء بصير انه الممنوع مرغوب. يعني بدك تصفرني موجوع موجوع قلبي. المهم احنا ناكل سوشي الصبح وبس والله. شو كمان كان بدي اقول شيء ونسيتني. هي صار الظهر يعني مش الصبح. اي نو الساعة 2 بس انه هي اول وجبة. نحن اليوم فينا كثير متأخر. ايه كثير غريب. لأن امبارح كنا كثير متأخر كمان. ايه الساعة 3 نمنا. يعني بالشوم علينا. 4؟ انا نمت 6. أنت نمت أنا أي ساعة؟ اللمبة عم تضوع من اللمبة. اللمبة انا كان بدي احكي شيء ونسيت. مصطفى حتفكري معهم؟ خلص. اوكي جايز احكي لكم قصة هذا المطعم. انت بتعرفها تتذكر؟ الفضيحة؟ ايه اوكي انا كيف عم باكل واحكي؟ انا بقلكم جينا انا وغيث وحمودي على ميابي سوشي. هذا الحكي ايه هذا الحكي اكتوبر نحن صح او قبل اكتوبر؟ لا قبل اكتوبر. اوكي مو مهم مهم لانه اكتوبر انت اعترفت لي سو قبل اكتوبر جينا نتغدى هون بميابي سوشي. فانا كنت ببليك على انستغرام زمان وفي ما شاء الله كم فانز بيعرفوا حالهم اوكي مراقبين كل شيء ما شاء الله محققين كونان. فقاعدين بالمطعم واجا السوشي بوت هيك قارب سوشي كبير فانا صورت السوشي ونزلته انستغرام بس ما بينت انا مع مين او شيء. بيروح الاخ هون بينزل نفس الفيديو مع انه هو مصور لي الفيديو اللي نزلته على الانستغرام بس هو
راح نزل واحد عنده عم الكل عرف انه نحن طالعين مع بعض وهيك صار في جنان وصار في شكوك وانا شو عم بيصير ايوه بس هي السالفه سالفه للبيع لا والله حلوه كم اخر والله عيب عليك والله عيب عليك والله البيع سالفه لا كثير غالي لانه انا اللي حكيتها عادي كاش جايز اختاروا اللون هذا اللون او هاد او هاد لانه ضيعت المهاد الثاني تبعي وبدي واحدة ثانية ففي ابيض في هذا اللون الازرق ما بعرف انا بين الابيض وهاد اختاروا بيب يا المرة سافر بدونك I know شو شعورك؟ كثير مبسوطة خاف شو؟ شو؟ بدي هديك غنية من مسافة شو الغنية؟ عليك السعادة قاية من النوم ايه شو الغنية؟ عبالي حلياني يفضح عينك شو حلياني ما تبكي عن ليه ما عم تصوري عالك؟ لأنه شكلي ما في اسمع لا وين شوفي سارة ما كانت حتوصلني بدك تسوقي هلأ صرتي؟ نسيت انت ضايعة سارة ما كانت حتوصلني سواني سواني بحكي لكم بس خليني لأن متأخر عن جد على المطار سواني تفضلي تفضلي بيب لك حلياني يفضح عينك شو حلياني كده أحكي لكم القصة نحنا حاولت انا قاوم قد ما فيني انه انا ضلني ساحبها لا حتى اطلع الطياره بعدين نام طيارتي اي ساعه 9 الصبح يعني هلا كمان ساعتين فقلت شو خلص بضلني مكمل وصلت الساعه 5 انا خلاص بطلت شايف قدامي بطلت عم بفهم شيء نمت فقت متضايق ولا وساره شو طول الوقت من قبل السفره اسبوع انا بوصلك انا بوصلك لا والله انا بوصلك المهم اول ما فات من النوم ودعتني قلت لها طب شو بدك توصيني قالت لي لا روح مع الشوفير والشوفير سحب علي وراح يا الله قال نعسان امي امي فجاه صحصحت لحالها والله قالت ما حاتركك لحالك فاي لاف يو والله كفو بس مين عم بيوصل الثاني انا مش فاهم يعني لا انت مين عم بيوصل تاني بدنا نوصل على المطار فبدك تسوق بسرعه اوكي وجهه نظر صحيح وجهه نظر المهم الان طيارتي وبكره طياره ساره انا رايح على امريكا اوه يعني حكيت انت انت ما حكيتي لهم انا ما حكيت كذاب والله كفو انا قلت له انك رايح على الاردن لا انت غليظ لا انت ما حكيت غليظ اوكي سو صورت فيديو وانا بودع ساره بس دائما بحظ المعطر انه صورنا الفيديو مش الحال بس الصوت كان طالع صوت السيارة كان تليفون لاقط على السيارة وعم بيطلع صوت الحزام مع انه السيارة واقفة يعني بس عم بيطلع صوت الحزام فهنزلكم على الفيديو يعني بس انه ما في صوت حاط لكم على حتى ميوزك على سناب مش عارف شو احط المهم حورجيكم انا الفيديو هلا بدايات يلا بيب شوفك تبع حالك ايه بس لي I love you انتو العبي انتو العبي عم تضحك ولا عم تبكي ولا شو ليش عم نضحك نور ليه عم نضحك عايزك نحن ناسا جد المهم حسلم الامانة هلا للسيارة وانت سلمي وانت سلمين لنا نشيد سلمي الامانه تعال وانت سلمين نشيد نعم باي ساره باي باي باي
سو مثل ما انتم عارفين انا مسافر انا ونشيط صح؟ هاي نشيط تمام؟ بس فجأة 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 والله من ورا العمود بيطب علي مين؟ كيف جيت انت؟ هم هذا الشاب اتفق معي يعني اخر شيء اتوصل اتفقنا انه هو مش مسافر تمام؟ فجأة لقيته ما اتفق معي ما حكى معي ما قال لي شيء. والله انت يا زق انت مش كفو انت عديت مرحلة الكفاوي. يعني قلت له تعال قال لي لا برو وكنسل الموضوع وخلص ما حكينا فيه. فجأة لقيته معي بالطيارة. كيف اجى هذا كيف اجى؟ جماعة هاي مش طيارة هذا برج برج طائر ما شاء الله أحلى طيارة يعني في الحياة لهلا بجربها صراحة كثير حلو الطيارة كثير مريحة يلا دعولنا نوصل بالتوفيق نوصل هلا حصوركم كمان كم سنابي يعني بس حوصل بعد 17 ساعة يعني بكرة إن شاء الله بكرة بالليل بوصل بكرة الفجر بكرة الظهر بوصل والله ما عارف إذا بوصل بس بوصل المهم كلا بالعادة بتكون يعني سارة جنبي يا وانت ما بيكون جنبك حدا فمين الغلط هون الغلط لأن سارة ما جت فيه أنا ألوم سارة ما ألومي أنا ما لي خص بالموضوع يعني كله من وراء الفيزا يعني أنا كنت مسافر مسافر أنت اللي كله من وراء الفيزا سارة المفروض غيابة يعني محسورة إيه مفروض والله تكون هون يعني بس للأسف يقول لك كل تأخيرة فيها خيرة إن شاء الله إن شاء الله يعني المرات الجاية المرة الجاية أنا أكون هناك وصارة تكون هناك لا أنت بتكون مع خطيبتك وراء وأنا أكون مع مرتي إذا عرفتوها وبين هي وهاي بعيد الستة بعيد الشر نشيط أشوف خاطب يكون حلم